طيب رقم 71 I didn't go to bed early yesterday. I didn't. نفي هذه. نحن ممكن نستخدمها لا regret. I wish I had gone to bed early. I wish I had gone. قلنا wish دائما معها had gone. فهذه ممكن تجينا للregret. أو ممكن نقول حتى if only. يا ليتني. If only I hadn't gone to bed late. يعني يا ليتني لم أذهب إلى سريري وفراشي متأخرا. 72 I can't get to sleep if I drink a lot of coffee. I can't get to sleep. وهذه if one the first conditional I can't get دي علامة لأنه في if one نحن بنستخدم إما will قلنا أو can وفي الناحية الثانية بالتالي اللي هي ناحية بتاعت if حيكون فيها إيش the present simple I drink رقم 73 What will they say? ممكن نحولها لصيغة She asked me what they would say. They asked me what they would say. رقم 74 Are you okay? برضو نحن ممكن نقولها تبقى My sister asked me if I was okay. خمسة وسبعين. We use second conditional to make sentences about events that are not likely or even impossible or untrue in the present or future. وهذه المعلومة بتاعت second conditional if two اللي هو بنقول عليها even untrue. طيب. And it's also impossible. طيب رقم 76 Did you have fun? في السؤال بنقول She asked her friend if she had had fun. نحن نحول صيغة الـ past اللي كان موجودة نحول إلى past simple نحولها إلى past perfect. She asked her friend if she had had fun. طيب رقم 77 My brother Ahmed is not good dot dot math. احنا قلنا good نقول good at وإذا كان جواب لنا في خيارات good in خطأ فالصحيحة دائما good at math جيد في الرياضيات وجيد في الحساب رقم 78 He designs and builds machines, engine or roads. ده أكيد هو طبعا بيشتغل على الengine. And designs, builds, designs and builds machines and engines. ده هو engineer. Engine, engineer or an engineer. طيب رقم 79. If she, هنا عندنا dot dot فراغ. Apply for a scholarship. Of course she won't get one. طيب هنا عندنا if اللي هي فيها will not or even won't معناته احنا نتكلم عن if one معناته مع he she it نحط فعل زائد s في حالة النفي نستخدم doesn't زائد فعل مجرد مع I you we they نستخدم فعل من غير زيادة s في حالة النفي حنقول don't طيب نحن الفاعل هو شيء حنحط doesn't الجزئية هذه بتاعت الـ if conditionals اللي اتكلمنا عليها في محاضرة أو في بداية حصص المراجعة بتاعت ممكن ترجع للحصة الأولى مجموعة if 1, 2, 3
and wish and also if only. طيب حتى 80 نفس الشيء عن قاعدة الـ if conditional or even if. طيب هو هنا كاشف لنا الناحية الثانية قال I wouldn't ask his advice about anything. طيب I wouldn't, طيب عندنا wouldn't or would زائد فعل مجرد معناته هي if to اللي هي عندنا فيها الباسيف أو قاعدة الإيدي في الأول. طيب احنا قلنا في الباست سيمبل الفعل بنزيد له ايدي اذا كان الفعل عادي, والفعل اذا كان غير عادي بنغير الصيغه. فهي عند وهنا الفاعل اي هنشوف الماضي من ام اللي هو was. was طيب اوكي رقم 81 قاعدة وش قلنا مع وش طول حنفكر في إنه الناحية المفقودة هي had زائد التصريف التالي I wish you had told me about your problem then I could help or then I could have helped okay. يعني تمنيت لو أخبرتني لو كنت قد أخبرتني بمشكلتك لكنت قد ساعدت في حل المشكلة. طيب رقم 82 The diversity in London was amazing. طيب diversity means معنى كلمة diversity تعني إيش؟ range of different people اللي هي range of different people. طيب 83 I was late for school today and got into serious trouble. تأخرت عن المدرسة اليوم ووقعت في مشكلة حقيقية. طيب في الحالة هذه بتقول if only my father had driven me. If only حتى هي قلنا طول if only wish معناته معهم هذا التصريف الثالث. If only بمعنى هو يتحسر أو يعني يفيد بأنه يقول يا ليت لو والدي قد قادني إلى المدرسة يعني بمعنى أنه لم يكن أخر. طيب 84 He gives advice to people about law. طيب بيعطي الناس نصايح عن اللو. اللو قانون بينما نقول He is a lawyer or lawyer. Lawyer and law. لاحظوا نفس الحروف حتى هي تساعدكم في الإشارة. Law and lawyer. Law قانون واللawyer محامي. طيب unless هذه قلنا عليها تعني if not اللي هي النفي لو ما يعني. طيب unless he makes a big effort this term هنا makes قاعدة الاس معناتها هي if one معناتها الناحية الثانية فيها will أو can. طيب نستخدم won't بصيغة النفي عاوز صيغة النفي حنقول will not won't get through the end of your exam okay. طيب رقم 86 هنا معطينا I would have studied واضحة النادية if three I would have زائد التصريف الثالث if three في الحالة هذه طالما أنا would have معناها الجزئية اللي فيها if حنقول had زائد التصريف الثالث للفعل if my parents had enough money to pay for the course. طبعاً إحنا قلنا الجزئية هذه ممكن تكون في الأول يعني تجيبها قبل هذه وبيناتهم يعني توجد إيش فاصلة كوما قبل آي. طيب وحتى بالكثير هذه صحيحة إن هاد هي يعني الهيلبينج فيرب بتاع إيش الباست بيرفكت وهذا الثاني اللي هي التصريف الثالث من هاف
H A V E التصريف الثالث منها had had had. رقم 87 A nurse is someone who looks after sick people and helps doctors. طيب الممرضة هذه الإجابة A nurse looks after who sick people يعني تقوم بالاعتناء أو تعتني بالمرضى and helps doctor وتساعد أطباء يبقى looks after و helps doctors بنقول على طول هي إشارة لإيش للنيرس طالما إنه في doctors معناته في نيرس أوكي ككلمات يعني ممكن تكون مفاتيح we use ever or ever with present perfect simple طيب in negative statements وهذه خطأ نحن بنستخدم كلمة ever ما لل أو ليس لإيش للنيجاتيف وإنما للquestion for question ever for question أما never أو never تستخدم للنيجاتيف never negative ever question never N E negative عشان يعني دائما تكون متابع لأنه ممكن يكون إيش صحيح طيب رقم 89 non-defining relative clauses give an essential piece of information an essential piece of information هذا خطأ الصحيح non-essential okay. The non-defining relative clause give a non-essential piece of information هذه خطأ essential هذا خطأ الصحيح non essential رقم 90 to ensure يؤكد means ايش to make certain yes صحيح to make certain صحيحة هي yeah, true طيب 91 we use person perfect continuous sorry هذا خطأ في اللفظ okay. we use the present perfect continuous present perfect اللي هو has و have زائد التصريف الثالث و continuous الفعل زائد ال ing يبقى we use the present perfect continuous to ask and answer السؤال والإجابة about activities على الأنشطة that begun in the past التي بدأت في الماضي and have just finished or are still going on now Well, this is true. هذا صحيح. طيب. Blood. 92. Blood pressure. Blood pressure can cause strokes and heart attacks. And heart attacks. طيب. Blood pressure. اللي هو ضغط الدم. يمكن أن يسبب النوبات القلبية. هذه true. Also the pressure of life, ضغط الحياة will cause health problems. حتى هي true. طيب. 94. We use never. Never. With the present perfect simple to talk about life experiences. And it is usually used with the negative statements. وهذه حتى هي true. In في never. قلنا never بتستخدمها مع negative. وهذه صحيحة. Never negative. أما ever هي نستخدمها مع question. Like compound nouns are nouns that are made up of two existing words. Compound nouns اللي هي الأسماء المركبة. هي يعني تصنع من ايش two existing words من كلمات اصلا او كلمتين اصلا موجودات وهذه صحيحه okay. compound words two existing words we can say it's true خمسة وتسعين هذه بتفكر في exhaustion okay or even sorry in
البيضة، هذه مؤشر لها. 97 I haven't seen her since 2001. لم أرها منذ العام 2001. Since 2001 I haven't seen her. Since هذه علامة لاستخدام قاعدة present perfect اللي هي have زائد التصريف الثالث اللي هي عندنا الآن هنا صيغة النفي منها haven't seen. Since haven't seen بالأول ما لقى since نتوقع إنه في الإجابة تكون إما has أو have زائد التصريف الثالث has مع he she it لكن مع I you we they بنستخدم have زائد التصريف الثالث. طيب رقم 98 I don't like booking flights online. أنا لا أحب حجز الطائرات عبر الإنترنت. Let's go and buy our tickets at that travel agency. خلينا نمشي وخلينا نذهب ونشتري تذاكرنا من وكالة السفر وين؟ من السعد ستريت. طيب هنا كلمة booking حجز أو يحجز. يحجز الحجز بيتم وين للتذاكر وكذا؟ في travel agency. أو ممكن تأخذ حتى تيكتس تقول مع ترافل ايجنت. ذلك إشارة لي يعني تعرف على الإجابة. رقم 99 How long have you been waiting? How long have you been waiting? طيب خلينا نربط waiting هذه مع have you been اللي هي present perfect continuous. Have you been waiting? Have زائد been زائد تصريف زائد ing. Have you been waiting? طيب رقم الإجابة رقم 100 I am afraid سعاد has gone. سعاد has gone. سعاد has gone. I am afraid سعاد has gone out with her sister. They left about 10 minutes ago. طيب خلينا نفكر فيه إنه سعاد has gone. Okay. قد ذهبت. I am afraid سعاد has gone. رقم 101 The man who lives next door has just bought a private jet. The man who lives next door has just bought a private jet. طيب هنا نفكر فيه man والverb man والفعل عندنا اسم عاقل وفعل نربطهم مع بعض بإيش بهو الرجل الذي هو relative pronoun the man who lives next door الرجل الذي يسكن مقابلنا okay. وهي إشارة لإيش لأنه man and verb or noun and verb noun عاقل وفعل مربوط بإيش بهو العلامة ممكن نقول man who lives بيناتهم استخدم هو man who lives بيناتهم استخدم هو تحفظ بالكيفية هذه taken quickly بمعنى snatched مئة وثلاثة My sister has never held a scorpion. My sister has never held a scorpion. Green diamond هي إشارة دائرة عليها دائما. Beirut is full of good cafes and restaurants. Is really interesting city. عاوز أقول بيروت اللي مليئة والتي هي مليئة بإيش بالكافيهات والمطاعم هي مدينة ممتعة. التي هذه إحنا هنستخدم هنا لبيروت لأنها مكان أو لأنها غير عاقل وبعديها في فعل
هيستخدم ويتش ده ما بين او بين الاسم غير العاقل والفعل نستخدم ويتش، وما بين الاسم العاقل والفعل نستخدم هو. هذه قاعدة. The Beirut which is full is هو الفعل، وبيروت ما بين بيروت و is هنستخدم which، وما بين man و lives هنستخدم هو. لازم نتذكر هذه الجزئية لأنها هي مهمة في relative pronoun اللي هي بتعمل لنا relative clauses. طيب رقم 105. Have you passed your driving test yet؟ يعني الفكرة have you أكيد التصريف الثالث have you passed. طبعاً إحنا نفس الكيفية بتاعت irregular verbs ولا regular verbs. irregular verbs مختلفة، ما بتقبل الED، بيكون في تغير في التصريف الثالث بتاع الفعل والتصريف الثاني، الفعل في حالة الماضي والتصريف الثالث. أما في الأفعال العادية فنحن نستخدم الED في التصريف الثاني في الماضي وفي حالة التصريف الثالث. هنا الآن past اللي هو التصريف الثالث من pass، هنا هنقول have زائد pass or past. have زائد past بإضافة الED، have زائد التصريف الثالث. have you إشارة لأنه التكملة أكيد فعل في حالة التصريف الثالث فهو past. have you passed احفظها بنفس الكيفية، حط داير حول have التكملة فعل زائد ed أو قاعدة ال present perfect. طيب القاعدة رقمية أو الجملة رقمية 6. You can't rely on public transport on that island. كلام هنا عن الترانسبورت، مواصلات، سبل التحرك، التنقل. You should find out about each car here so you can travel more independently. طيب بدأ نربط ترانسبورت مع كار. ترانسبورت كار، مشروع لنا تلقى كلمة ترانسبورت تتذكر طول انه الكار واحدة من السبب الكار here. طيب رقم 107. time limit means deadline. Deadline means time limit and time limit means deadline. نطع داير حول time. Time or time limit هي deadline، نفس المعنى. Means يعني بمعنى كذا، و opposite بمعنى عكس، عكس الكلمة كذا. يعني احنا بنتكلم عن meaning. طيب رقم 108. Hospitality الكرم is a fine welcome. Hospitality معها welcome. Hospitality welcome. A fine welcome اللي هي المعنى المباشر ل hospitality. طيب بالنسبة لرقم 109. I can't find my boarding card. I won't be able to get the plane if I don't find it. اللي هي متعلقة بال consequences، قاعدة if one، ولا واضحة يعني الفكرة. لا أصلا أستطيع أن لا أكون لن أستطيع أن إيش أن أصعد على الطائرة لو لم أجد إيش البوردينج كارت. هو قال I can't find boarding card، لا يمكنني أن أجد البوردينج كارت. find my boarding card، find my boarding card، بطاقة الصعود، لا يمكنني أن أجد بطاقة الصعود. find my، أحفظها هذه، find my علامة لإيش للبوردينج كارت. find my boarding card. جملة رقم 110. I have known Ali for 10 years. أنا أعرف علي لمدة 10 سنوات أو لمدة 10 سنوات. إن حتى for هي واحدة من علامات ال present perfect.
فور من علامات البريزنت بيرفكت. يبقى طول أول ما نلقى فور أو سينس طول نفكر في استخدام قاعدة هاز أو هاف زائد التصريف الثالث. الآن عندنا I بنستخدم معها هاف زائد التصريف الثالث من نو نون. I have none علي for 10 years. ممكن تكون I have none علي since example 2011. رقم 111, have you ever been to London? هذه الجملة, هل حصل في حياتك مشيت لندن؟ In this question we ask about possibility about the past. طبعا هذه هي الحقيقة, possibility about the past, شيء ممكن في الماضي, إمكانية بتاعت حصول شيء في الماضي. هذه جزئية السؤال.